لكن احنا النهارده هنتكلم عن ازاي نتعامل مع التغيرات اللي بتظهر مع جسم البنت لما سنها بيبدأ يقارب من البلوغ. امهات كتير قوي بيقولوا لي ما ينفعش ان احنا نعمل مع البنت اي حاجة المراهقات بيفكروا فيها، او ما ينفعش نعمل مع البنت اي حاجة بتحصل مع الكبار، وهفسر لكم دلوقتي علشان ما نفتحش عينيها. طيب بصي، بداية لازم نعرف البنت، يعني انا هاخدها معاكم بالتدريج، لازم نعرف البنت ايه هي اصلا فترة المراهقة دي. مش هنيجي نعرفها لها اول ما تبدأ تبلغ او اول ما تبدأ في المرحلة خالص، لا، احنا لازم نديها فكرة عنها قبلها. الفكرة دي هتكون في التوقيت اللي تقدر تستوعب فيه الكلام اللي انا هقوله. ما ينفعش ابدا معاها مثلا من سن 5 سنين واقعد اقول لها لا ده انا هحاول افهمك يعني ايه مراهقه، وهحاول افهمك يعني ايه جسمك بيتغير، ويعني ايه تتصرفي في الحاجات اللي بتحصل لك. مش هتبقى مدركه، مش هتبقى فاهمه، مش هتستوعب منك. لازم تختاري السن المناسب علشان تفهميها الكلام ده. طيب انت هتقولي لي السن المناسب امتى؟ السن اللي تبداي تفهمي او تعرفي ان بنتك بتفهم الكلام اللي حواليها بالصوره اللي هو عليه، مش الصوره اللي انت عايزه توصلها لها، مش بالتوريه وانك تداري وانك تخبي هتلاقيها برضو، لا، في حاجه ناقصه. تبداي تفهميها، تبداي تعرفيها في الوقت اللي هيكون انت عارفه جسم بنتك بدا فعلا علامات النمو او علامات البلوغ عليه او عليها. يعني ما تبدايش تفهميها في وقت تكون خلاص البنت حتى لو ما كانتش بلغت لكن ذهنها عمال شغال كتير كتير كتير، هي بتسأل هو ده ايه، وده بيحصل ليه، وده بيحصل امتى، وده لازمته ايه، وتبدأ تدور بره. ما تستنيش المرحلة دي، ما تستنيش انها تبدأ تسأل حد غيرك، ما تستنيش انها تبدأ تسأل اصحاب، تبدأ تدور في النت، تبدأ تدور في اي حاجة، لان غالبا الحاجات اللي هتدور فيها مش هتكون موثوق منها. فاحنا في الاول كده هنبدأ نشوف بنتي بتسأل عن ايه، بنتي ايه العلامات اللي ظهرت على جسمها عشان ابدا اقول ان بنتي بدات تكبر، ايه الحاجات اللي ظهرت عليها والاسئله اللي بدات تسالها عشان ابدا اقعد معاها وافهمها. طيب احنا دلوقتي البنت لسه ما بلغتش ولكن داخله في طول البلوغ او هتبدا تبلغ، هتبدا بدا جسمها زي ما بيقولوا كده يكبر، بدا يحصل عندها تغيرات في جسمها. من ضمن التغيرات دي بيبدا يحصل ظهور شعر، اذا كان على الايد او على الرجل او في منطقه الوش مثلا اللي هي فوق الشفايف، او يعني whatever الاماكن اللي بتظهر فيها طبعا في اماكن كتير تانية. يعني استنى بقى لما بنتي الصغيره دي اللي بتلبس كات وتلبس شورت وتلبس قصير، وخليها عادي عايشه طفولتها زي ما هي كده، ما ينفعش. طبعا امهات كتير هيبداوا يقولوا لي انت ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده، يعني ايه نخلي البنت تهتم بنظافتها الشخصيه في سن صغير مثلا قبل البلوغ مثلا ولا حاجه؟ يعني ايه اخلي البنت مثلا تعمل سويت؟ يعني ايه اخلي البنت تعمل وشها ولا تروح الكوافير ولا تعمل اي حاجه من دي؟ يعني ايه انت هتخلي البنات يفسدوا كده ويكونوا فسيقات؟ اعوذ بالله. اولا احنا لما بنيجي نتكلم عن حاجه لازم بنتكلم عليها بطريقه ما تنفرناش من بعض، او ما تخليناش نتطلع لحاجات مش موجوده اصلا في الكلام. يعني انا في كلامي ما قلتش كده، ولكن دي طفله ولسه بتبدأ تبلغ ولسه بيبدأ جسمها في علامات البلوغ. اي حاجة هتتعلمها دلوقتي هتبقى معاها على طول على طول. لما تيجي بنتك يظهر عليها اي علامة من علامات البلوغ زي ظهور الشعر ده، هتسيبيها كده؟ هتطلقيها كده؟ يعني مش هنقول انها تلبس كات ولا تلبس حاجه وخلاص، يعني بدأ الحاجات دي تظهر عليها تسيبيها كده؟ ده ما ينفعش، ما ينفعش. لازم تعرفيها يعني ايه نظافه شخصيه، لازم تعرفيها احنا كنساء ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالنظافه المفروض ان احنا نعمل ايه. لازم تفهميها بالراحه، ما تستنيش لغايه قبل الدخله بتاعتها بيومين ثلاثه وتبداي تعملي لها الحاجات دي. سوري دي عفانه، يعني اللي انت بتعمليه ده عفانه،
ده مش منطق خالص، مش دين خالص، مش اخلاق خالص، مش نظافه خالص. ده اللي انت بتعمليه ده غلط. دي حاجات مفيش حد بيعملها، مفيش حد في الدنيا بيعملها. يعني ايه انا بنتي تكون انسه؟ خلاص، اصل هي في كل الاحوال هيبقى اسمها انسه. بنتي انسه ويبدو عليها مظهر غير لائق عليها، يبدو عليها مظهر تشبه بالرجال. طبعا يعني مش هنقول ان احنا هنستخدم موضوع النظافه الشخصيه دي في جميع جسمها، ولكن في الاماكن اللي بتستدعي التطهر، في الاماكن اللي ممكن يظهر فيها رائحه عرق، في الاماكن اللي ممكن ان هي تضايقها نفسيا وتحس ان هي متكتفه، مش عارفه تلبس براحتها، مش عارفه تقعد براحتها، حاسه ان فيها حاجه مش طبيعيه. انا كنت صغيره وملساء ومفيش اي حاجه فيا، ازاي الحاجات دي حصلت فيا؟ ازاي انا بقيت بشعه؟ ما توصلهاش للمرحله دي. ما ينفعش ان انت تخليها تفكر انها فيها حاجه مش مرغوبه او فيها حاجه وحشه. خلصت الموضوع في النقطه دي. المفروض ان انت تهتمي جدا بنظافتها الشخصيه، وما تستنيش عليها. لما زي اعرف ناس شخصيا يقول لا لا لا، ده احنا ما نعملش كده غير قبل الجواز بيومين ثلاثه. انت ايه؟ انت هتستحمليها؟ انت لو انت مستحملاها اللي حواليها يستحملوها ازاي؟ انت بتهزري؟ طبعا ما ينفعش الكلام ده خالص خالص. المفروض البنت من اول ما بتبدا مرحله البلوغ وهي انت بتعرفيها عن ايه نظافه شخصيه، بتعرفيها الطرق اللي احنا بنعمل بيها بنتبع بيها النظافه الشخصيه، ازاي بنعملها وامتى، وتكوني معاها عشان تبقي فهماها وتكوني قايله لها ان دي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نكون النظافه من الايمان. يعني كذا حاجه تعرفيها لها، ما تستنيش انها تدور هي، ما تستنيش انها تبدا تبقى متضايقه ومستاءه كده من حقيقتها ومن اللي هي ظهر عليها ومن الحاجات دي كلها، ما تستنيهاش.